دلوقتي مشاهدينا تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة والماتشات اللي هتتلعب في ختام دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيطلق مبادرة بنفكر لبلدنا، اللي بتستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري. ويأتي ذلك من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في هذا الشأن. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كركراز المرقسية، هيلقي عظة الأسبوعية الساعة 6 مساءً من كنيسة الأنبا أثانسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية. النهاردة هتختتم الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية من كأس الملك سلمان اللي بتقام حالياً بالمملكة العربية السعودية، وبتشهد البطولة 4 مباريات مصيرية بتحدد المتأهل لدور ربع النهائي بين المجموعة الأولى والثانية. يلتقي السد القطري مع أهلي طرابلس الليبي في تمام 4 عصراً، وفي نفس التوقيت هيلتقي الهلال السعودي مع الوداد المغربي، بينما يلتقي الترجي التونسي مع الصفاقسي في كلاسيكو تونسي إفريقي، وده هيكون في تمام الساعة 6. في نفس التوقيت هيلتقي فريق الشرطة العراقي مع اتحاد جدة السعودي.